من ضمن الأسيرات كانت سيدة يعني تبلغ من العمر 80 عاما، لم يراعي الاحتلال خصوصية كبار السن، لم يقدم لها أيضا العناية. الحمد لله على سلامتك يا خالتي. الله يسلمك. خالتي اعتقلوك الاحتلال، شو اللي صار معي؟ والله اللي صار لهنا يعني. انت من غزة، اعتقلوك وانت في غزة؟ غزة. انا من غزة. ايضا من خلال حلقة الوصل نريد ان نطمئن عائلة هذه السيدة، ابنائها مقيمين خارج يعني البلد، يعني نتمنى ان يروا انها بخير يعني. وتروي تفضلي، انت كنت معها في نفس المعتقل. كيف كان يعني ظروف السيدة أم محمد الخالدي؟ عمرها 80 سنة، معها مريضة قلب وسكر وضغط وما عندهاش توازن بالمشي، يعني بتقدرش تمشي كتير. بقيتنا نجرها على كروسة، تعذبت التانية يعني بالهجات، بدها تروح على العيادة كلبش مكلبشة ويعني جرين ودين ومشي بس للحجة، في كمان حجات تانيات مريضات قلب وضغط وسكر وعوكر، يعني في المعتقل دمونة سيدات زي الحجة الموجودة، الحجة فهمية. يعني احنا بدنا نوصل انه في يعني غير الحجة فهمية 1000 وحدة زي الحجة فهمية.